أعود إلى الشوط الحالي وإلى القوة والإثارة. شكرا يا أسامة الهواري، مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع الصدارة الأولى، مع القوة والإثارة، مع هذه التحديات القوية، مع هذا الشعار الأحمر الذي يسيطر على مقدمة الشوط مع التحديات القوية. فهنالك أيضا حفلة من تحتفل بالمقدمة، من تغرد مع هذه الأسماء اللامعة على مقدمة هذا الشوط المميز لخادم بن عبد الله بن خادم القبيسي وهي في مقدمة هذا الشوط المميز. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني وإلى هذا الشعار الأصفر بالأحمر، هنالك ظبي الفلا رمز العطاء، مرحبا بهذا الشعار. هنالك هلال بن سعيد بن متعب العفاري مع هذه التحديات القوية على المركز الثاني. ثالثا مياسة العود صالح بن حمد بن مبارك النابت أيضا مع المركز الآن الثالث، بينما رابعا وبر حمد بن سهيل بالحطم العامري يصل مع هذه التحديات رابع الأسماء، بينما المركز الخامس المركز الخامس أيها الأخوة هنالك سالم بن عبيد بن سعيد المزروعي الناوية، وإن شاء الله تكون النية خير، بينما هنالك الانطلاقة القوية والإثارة والمتعة أيضا مع هذه التحديات المثيرة سلهودة راشد بن علي بن خليفة الرميثي والتحديات أيضا مراسيل. إلى أين السلامات؟ إلى أين التهاني؟ إلى أين التحديات مع هذه القوة والإثارة؟ الظبي الظبي ومراسيل، مراسيل والظبي الظبي ومراسيل، هذه هي اللحظات الأخيرة. هنالك متعب وهلال بسعيد بن متعب العفاري، ولكن مراسيل، سلام إلى سمحة، سلام، سلام إلى دار الأصايل، سلام إلى دار النواميس، سلام إلى دار التحديات. هذه هي مراسيل سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، سلام يا رميثي، سلام على هذا الفوز المستحق. وهذه هي مراسيل أدت الرسالة الواضحة، أدت الرسالة بالشكل المطلوب، وتحمل ليست برسالة وإنما بعدة مراسيل، هذه هي تصل مع هذه التحديات. سعيد بن مطر محمد الرميثي المركز الثاني، الظبي الهلال بن سعيد بن متعب المركز الثالث، هنالك الناوية سالم بن عبيد بن سعيد الزرعي، بينما خامسا أو رابعا هنالك الوصول من وبرة حمد بن سهيل بالحطم العامري، وفي المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء هملول السلطان بن راشد بن كشيم الشامسي. التهاني والناموس لمالك مراسيل سعيد بن مطر بن محمد الرميثي وتوقيت الزمني. ست دقائق تسع ثواني جزءا واحدا من الثواني. تهانينا لمالك مراسيل السيد سعيد بن مطر بن محمد رميثي، بينما المركز الثاني اللي قدمت عرض ممتاز تشكر عليه، فأيضا كان من نصيب الظبي. التهنية للسيد هلال بن سعيد بن متعب العفاري، توقيت ست دقائق تسع ثواني وستة أجزاء من الثانية، بينما من احتلت المركز الثالث فكانت الناوية لسالم بن عبيد بن سعيد أيضا الزرعي، توقيتها الزمني مشاهدينا الأعزاء ست دقائق عشر ثواني وجزءا واحدا من الثواني. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات. هنا أعلنت انطلاقة الشوط الخامس عشر ويحمل في طيات جعدان محليات أصايل من مسافة الأربعة كيلومترات التي تحمل